السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا شفنا الشات جي بي تي وانبهرنا بالقدرات بتاعته. دلوقتي أصبح فيه حاجات معتمد عليه لكن فيها شوية مزايا كويسة جدا زي أوتو جي بي تي. الشات جي بي تي خطوة نحو الـ AGI الـ Artificial General Intelligence، والأوتو جي بي تي خطوة تانية عبارة عن إيه؟ هو بيقرب من الذكاء الاصطناعي العام، هو معتمد على شات جي بي تي، معتمد على شات جي بي تي 4 مدعوم منه، لكن هو امكانياته اكتر من ناحيه ان هو ممكن تديله عايز برنامج كامل يبدا ان هو يعمله لك. عنده القدره ان هو يطبق نفسه على مجموعه متنوعه من المهام والعمليات اللي هو اصلا ما اتدربش عليها او ما تمش برمجته عليها، زي مثلا انت تقول له عايز اشتري مثلا ملابس وعايز اشتري كذا وكذا، وعمل لي تحليل للمراجعات في الاسواق والنشر على وسائل الاعلام الاجتماعيه، وعايز يعمل صياغه لخطة عمل، حاجات كتير جدا ممكن هو يدركها وان هو يتدرب عليها وان هو يبدا يشتغل عليها. فهو يعتبر اقوى من شات جي بي تي، اعتمد عليه واضاف عليه بحيث ان هو يبقى اكثر قوه، وهو مفتوح ان هو ياخد معلومات اونلاين بشكل افضل. لكن هو حتى الان يعني مش اي حد بيشتغل عليه، لازم حد اللي عنده خبره في البرمجه ومسطب البايثون عنده والحاجات دي كلها، ولذلك هو متشرش. لكن هو من ناحيه لو اصبح واجهته سهله زي شات جي بي تي فاكيد هو هيعديه كتير. وهو من برمجه الاسطوره دوت، وده حسابه على التويتر. الناس اللي جربوه قالوا ان هو مفيد جدا واكثر دقه في التنبؤ بدقة الاتجاهات في السوق ويقدم استشارات كويسة. طيب في ايه تاني غير اوتو جي بي تي؟ عندنا بيبي اي جي اي، يعني هما بيطمحوا انهم يوصلوا الاي جي اي فعاملين بيبي اي جي اي. ده عبارة عن ايه؟ ده بيعمل يعني معتمد برضو على شات جي بي تي ومطور عليه، وفي شوية اضافات بحيث ان هو بيوفر لك يبقى زي مساعد شخصي ليك، وبالذات لو انت عندك مشروع صغير او عندك استثمار صغير بيقدر ان هو يعمل لك مثلا موقع خاص بيك، يعمل له تحديث، يعمل النماذج. الاداء بتاعه كويس جدا، يساعدك لو انت عايز تعمل برنامج خاص بيك بيقدر يكريته لك بشكل اقوى. لكن هو حتى الان يعني برضو ما ينفعش حد يستخدمه غير اللي هم المبرمجين، لسه ما عملوش الواجهه المرئيه اللي تخليك تقدر تشتغل عليه بسهوله ويسر زي شات جي بي تي. شات جي بي تي انت بتدخل وتكتب على طول، انما لا ده لازم تسطبه عندك وتشتغل عليه ويديك اداء كويس جدا. ونتمنى ان احنا نتعاون معاهم بالذات في موضوع اللغه العربيه، بالذات ان الحاجات دي اوبن سورس ومفتوحه، فممكن يبقى في بديل لشات جي بي تي، لان هو متوقع شات جي بي تي ممكن في اي لحظه يتقفل ويبقى خاص باللي هيدفع اشتراكات، فيكون في بديل قوي نقدر نعتمد عليه.